وللحديث أكثر عن أوجه استفادة مصر من انضمامها لتجمع بريكس، معنا عبر الهاتف دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وأيضا الخبير الاقتصادي والقانون القانوني. دكتور، يعني بعد التحية، هناك ثمر كثير من انضمام مصر لتجمع بريكس بالتأكيد. برأيك متى ستبدأ مصر في جني ثمار هذا الانضمام؟ والله هو انضمام مصر لمجموعة الدول بريكس ده نجاح جديد بيضاف إلى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيعبر عن التوازن الدقيق اللي تنتهجه هذه الدبلوماسية في علاقات متوازنة ما بين الشرق والغرب. عندنا طبعا الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، الاتحاد الأوروبي، دول نافتا، أمريكا الشمالية، وعندنا اتجاه قوي حاليا شرقا نحو الصين، الهند، روسيا، ومجموعة الدول الآسيوية. وهذا الاتجاه بيتعزز بانضمام مصر لمجموعة دول بريكس. أولا لازم نقول أن هناك ما يسمى بكويك وينز، أو يعني فوائد مباشرة بتجنيها مصر. تجنيها مصر على مستوى يعني المؤسسات الاقتصادية الدولية، وعلى مستوى التعاون مع كل دول العالم، لأنه أصبح هناك يعني تأكد من تقدير عالمي لدور مصر، تقدير عالمي للسياسة الخارجية المصرية، تقدير عالمي لمصر كمفتاح للقارة الإفريقية، وبالذات بعد طبعا الإنجازات اللي اتحققت من 2014 لغاية النهاردة، بعد استعادة الأمن والاستقرار، تقوية القوات المسلحة المصرية، بعد يعني مشروع تفريع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي هي منتظر ليها تكون ان شاء الله منطقه لوجستيه عالميه، بعد استضافه مصر لعدد من المؤتمرات كان اهمها طبعا كوب 27 في شرم الشيخ، وكان من ضمنها ايضا يعني اجتماعات بنك التنميه الافريقي في شرم الشيخ. ده لو نقدر نتكلم على الكويك وينز. لو بنتكلم على يعني الفوائد على المدى البعيد، صحيح، الفوائد المتوسطه والبعيدة المدى، فأولا لازم نفهم ما هو الوزن النسبي لمجموعة بريكس. هذه المجموعة اللي بتضم أو اللي أسست أولا في يونيو 2009، وكانت بتضم أربع دول في البداية اللي هم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، اللي هم الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي عالمي في ذلك الوقت. ثم انضمت ليها جنوب أفريقيا عام 2010. وبنلاحظ أنه بيان يعني أو البيان الأول اللي صدر عن قمة روسيا اللي يعني اتكلموا فيها على إنشاء مجموعة بريكس كانت بتتكلم على نظام عالمي ثنائي القطبية. طبعا بنتكلم نظام عالمي ليس فقط سياسيا لكن اقتصاديا. صحيح. النهاردة هذه المجموعة قبل انضمام الست دول اللي هم الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، السعودية، ومصر والإمارات العربية المتحدة، كانت بتمثل نحو 26% من الناتج المحلي العالمي، يعني يمكن اكثر من الربع، وده بحسب ارقام 2022. الناتج المحلي ده برضو عشان الناس تبقى فاهمه، هو مجموع السلع والخدمات المنتجه في داخل الدوله في عام واحد. فبعد انضمام هذه الدول بيزيد الوزن النسبي لهذه المجموعه من الناتج المحلي العالمي، بيصل ل 29 تريليون دولار، يعني حوالي 29% من الناتج المحلي العالمي. ايضا بيصل عدد السكان في هذه المجموعه بعد انضمام الست دول الى 3.670 مليون نسمه، يعني 50% من سكان العالم، بعد ما كانوا حوالي 40%. لو بنتكلم على المساحه، مساحه الدول، طبعا احنا فاهمين المساحه مهمه جدا لما بنتكلم على الموارد الطبيعيه وعلى الممرات المائيه. فمساحه الدول المنضويه في هذه المجموعه كانت 25%، بعد انضمام الست دول اصبحت 32%. هذه المجموعه كانت بتسيطر على 16% من التجاره العالميه. طبعا بانضمام مصر، بانضمام الامارات العربيه، بانضمام الارجنتين، كل ده، وبانضمام باقي الدول طبعا الثلاثه الاخرين، كل ده بيؤدي الى زياده نصيب هذه المجموعه من التجاره العالميه، بيؤدي الى زياده التعاون ما بينها. والنهارده في كلام كتير عن انه التبادل التجاري بين هذه الدول هيكون بالعملات المحليه وليس بالعملات الاساسيه الغربيه المعروفه اللي هي الدولار واليورو. ده هيؤدي لاكثر الحقيقه من نتيجه. اولا زياده التجاره البينيه ما بين هذه الدول. يعني مثلا لو تصورنا انه على
سبيل المثال طبعا السواح الروس لما يجوا عندنا في شرم الشيخ وفي الغردقه ويبداوا يدفعوا بالروبل، وانا استخدم هذا الروبل في شراء منتجات روسيه طبعا اهمها القمح والحبوب. صحيح. انا كده بزود التجاره البينيه، ده نمره واحد. كده بزود مجموع السلع والخدمات الموجوده عندي في السوق، فبعمل زي فرمله ل يعني القوى اللي بتدفع الاسعار الى اعلى، وفي نفس الوقت بزود او بحرر او بوفر الاحتياطيات الدولاريه او احتياطيات من اليورو او من الاسترليني الموجوده عندي عشان ابدا استورد بيها من الدول الغربيه اكثر. طبعا احنا حاليا الاستيراد اغلبه او يعني في توجه عام من الدوله الى ان الاستيراد يكون استيراد مستلزمات الانتاج، الالات، المعدات، المواد الخام لدفع عمليه التنميه. صحيح. ده كله بيؤدي الى يعني مزيد او يعني بيقوي من استقرار العمله، ده نمره واحد. وبيؤدي الى توفير سلع وخدمات اكثر في السوق، بالتالي كبح جماح التضخم، بالتالي بيؤدي في النهايه الى دفع عمليه التنميه. ولكن طبعا احنا لازم نفهم حاجه مهمه، انه في النهايه الفوائد اللي هتعود على مصر من الانضمام الى مجموعه بريكس، هذه الفوائد مرتبطة أساسا بعملنا بشغلنا، يعني هذه المجموعة تأسست أساسا من الدول الأسرع نموا في العالم اللي هي طبعا كان أساسا الهند والصين وروسيا. هذه الدول حققت معدلات النمو العالية من عملها ومن شغلها. فالنهارده لما بتتكلم على زيادة التجارة البينية، على توفير العائدات الدولارية لتمويل عملية التنمية، احنا بنتكلم ان احنا هنشتغل هنبني، وفي النهاية هو ده التوجه اللي مصر النهاردة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بتتبناه، كيفية البناء على ما تحقق من إنجازات بالذات في البنية الأساسية لبناء اقتصاد إنتاجي، اقتصاد تصديري. يعني لما بنقول إن التصدير المصري زاد من 43.7 مليار دولار للعام المالي المنتهي 2022 إلى 51.7 مليار دولار في العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2022، يعني مجرد عملنا شيفت 6 شهور في العام المالي، ده بيعكس اهتمام مصر دولة وشعب ومجتمع أعمال بالتصدير كقضية حياة. صحيح. بيعكس الهدف اللي السيد الرئيس وضعه لمصر وهو 100 مليار دولار تصدير سنويا. مكاسب عدة دكتور أيمن، الحقيقة يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات ومكاسب على المدى القصير والمتوسط والبعيد حضرتك ذكرتها. جزيل الشكر لك دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني أيضا.